اما جبت لك هاد. يسلموا ايديكي، هالقميص كتير حلو. خلص انا رح صير البسه على صلاة الجمعة. يعني عجبك؟ اي بنتي عجبني كتير. خالتي، وهاد اليك انتي. يا سلام، شو هالفستان الحلو؟ كيف عرفتي انه انا بحب هذا اللون؟ توقعت انه هاللون بيناسبك كتير. شبانة، هاد لإلك ولولادك. زاهي، شو وين كنتوا؟ شارين منيح من السوق ليكون هاي التياب من سوق الأحد. شوفها حلوة ما هي؟ ايه حلوة. سارة، مو طبيعي يا اختي، صار لي ساعة عم انطر دوري. شو وين هديتي؟ يلا سارة، ورجي القميص اللي جبت له اياه، رح يطق قلبه. يلا. لحظة، زاهين ارتاح، انا رح شوف مين. يلا راجع. السلام عليكم استاذ احسان، تفضل البيت بيتك. بابا، هذا الاستاذ احسان شرف لعنا على البيت. الاستاذ احسان، السلام عليكم. السلام عليكم استاذ. تفضل استاذ. استاذ كيفك؟ ان شاء الله صرت منيح. ايمتى رجعت؟ صابر، مو ملاحظ انك سالته اكثر من سؤال مع بعض؟ والاستاذ هاي اول مره بيجي بزورنا ببيتنا. اهلا وسهلا استاذ، تشرفنا بزيارتك. يلا قوم جبلنا شي لنضيفه للاستاذ. يلا ليكني بابا قايم. خليك مرتاح، هلا انا بروح بجيب. لا شكرا، لا تعصبوا حالكم، ما في داعي تتكلفوا بشي. مشان واجبك استاذ، معقول ابو لكنتنا هي اول مره بيجي عبيتنا ونحن ما نقوم بواجبه؟ ما في روحه قبل ما تتعشى معنا. كلك ذوق، ان شاء الله مره تانية. طيب لكن رح نضيفك شاي. يلا شبانة بسرعه روح اعملي لنا بريق شاي. يلا روحي شبانة. لحظه استنوا شوي ابني، روح على المطعم وقلن يعملوا لنا شاي مرتب ويحطوها مكاسات وصينية يكونوا مرتبينها. ماشي. رجاء، ما في داعي، ما في عندي وقت. صدقيني مثل ما قلت لك، ما في داعي تتكلفوا بأي شيء مشاني. أنا أجيت لعندكم مشان أخذ بنتي معي على البيت. عن جد بابا، يعني انت اجيت لحتى تاخدني معك؟
ايه بنتي. يعني اجيت لحتى تاخدها؟ بنتي اذا لك اغراض هون روحي طبيهم. يلا رح روح. انتي ما اخذتي ثيابك لتكوني ناوية ترجعي؟ لا، خزانتي بالبيت مليانة، ما رح احتاجن هالتياب. تقدر تتبرع فيهم اذا بتحب. زاهين، انا مو راجعة ابدا. طيب اذا اتصلت بتردي؟ انت بتعرف اجابتي منيح زاهين. بظن نحن متفقين بانه بدنا نبقى رفقات، مو شي تاني. آنکھیں نم ہے ٹوٹا بھرم ہے تو ہی وجہ ہے یہ تیرا کرم ہے. خليكي سارة، بترجاكي. انت هيك عم تخلف بوعدك. ايه، انا عم اخلف بوعدي لاني اكتشفت هلا انه ما فيني اعيش بدونك. I said